السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة هشرح طريقة ازاي تقدر تنزل مقطع موسيقي على الفيسبوك بطريقة سهلة جدا، هنشرحه سوا. متنساش تضغط على سبسكرايب للتوصل بكل مقاطع الفيديو اللي انا بطرحها، وما تنساش تفعل عملية الجرس للتواصل بكل جديد في الحلقات بتاعتنا. هنشرح النهارده ازاي هنقدر نرفع مقطع موسيقى على الفيسبوك. اول حاجة بندخل على موقع زي بي شير، وبعد كده هنا بنضغط على كلمة براوز، هنا بنضغط على كلمة براوز، وبعد كده بنشوف المقطع الموسيقي اللي احنا عايزين نجيبه، وليكن المقطع الموسيقي ده بنضغط عليه، بنضغط على كلمة اوبن، وهنا بنضغط على العلامة دي وبنضغط على كلمة ستارت قبل. هنا بيبتدي يحمل معانا المقطع الموسيقي. بعد لما نخلص تحميل هشرح لكم ازاي بنقدر نرفعه على الفيسبوك. لما اخلص تحميل بيدينا هنا لينك، هنحط هنا اللينك اهو، هنا بيظهر لي الميوزك اللي انا رفعتها، وبعد كده بنضغط على كلمة نشر. هنا كده اتنشر المقطع الموسيقي اللي انا رفعه، بضغط عليه. وزي ما انتوا شايفين كده اترفع معانا مقطع الموسيقي بطريقة سهلة جدا. كان كل شرح النهاردة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، وتعمل شير لمقطع الفيديو، واستنوني في شرحات قادمة، والسلام عليكم.